تسمعون الصوت؟ هي المنطقة اللي جينا هذه فيها ذيابة. يلا لقى لي ما اشرب. يحسبنا في بوفية. حط انت بيطيح بيضة لو ناكل القشر. فيها اغراض، شوف الواحد يستفيد من المساحات. فيها بيز، فيها قهوة، وفيها بيز ثاني حق ديكور حق الدلة زين، وفيها ليفة. الا عسى كان ما ينفجر فينا من البارود. اخرى يشوف ما يشوف. ايوه طيب نكبر. يا ما شاء الله تبارك الله، هذا احلى فطور جبلي. قوم قوم، نبي نصلي الظهر والعصر ونتغدى. كيف النوم؟ ازعجتونا ابو مشتاق. نعم. وش تسوي؟ نسوي لعبه لفواز، نبغاه يلعب اليوم. ما شاء الله. بس ولا توصل الغد الغد. بسم الله. هذا الترفيه فرس. يلا انا بريد انهب انهب. هذا الترفيه فرس الجبال بعد. حطب كبير لا ما يحتاج. تركيبه هذا تحت الموقد. إذا فتحت الموقف في الشبك هذا ينزل داخل. الآن بنشعل بالسكين هذه. نبي نزين غداك الحين هنا عشان نوفر غاز. يا سلام. 10 هذا حق الذيب، لأن الذيب اليوم أشغلناه ما نزل مع الوادي. شوف صور الوادي. صدق محاشرينه فوق مسكين. يعيش الذيب. حياكم الله متابعينا الغالين، ويا هلا والله مرحبا. ما شاء الله تبارك الرحمن، من على قمم الجبال. اليوم عندنا رحلة مشي تسلق الجبال، تقريبا ما مشى 4 ساعات أو 3 ساعات ونص. ما شاء الله تبارك. طبعا كل ما ارتفعنا فوق، احنا منطقة جيزان، كل ما ارتفعنا فوق كل ما زاد البراد وزادت تيارة الهواء. تحت لا والله حر ورطوبة. طبعا احنا فصل الشتاء الآن، المنطقة الوسطى برد، هنا دفا. طبعا في الساحل، وإذا طلعت مع الجبال فوق كل ما ارتفعت كل ما زاد البراد. طبعا الرحلة بإذن الله بنطلع فوق، نبي نضبط غدانا، نضبط فطورنا، وبعدها بنضبط الغداء إن شاء الله هناك. لكن مناظر خلابة من الآخر، ما شاء الله. شوفوا هذا الوادي اللي طلعنا معه، تقريبا المسافة اللي مشيناها حوالي يمكن تقريبا 8 كيلو أو 9 كيلو مشي على الأقدام. تسلق ومشي، بعض المناطق يكون فيها تسلق وبعضها لا يكون فيها مشي. بإذن الله نوافيكم كامل الرحلة، تابعونا. أبشركم وصلنا محلنا، لكن وصلنا قمة الجبل. رائع جدا ومربع وأجواء حلوة، وهذول الشباب يضبطون الفطور. ما شاء الله تبارك الله. وزايد مرحبا. العافية. يا الله يسلمك. وش تعبت؟ الله يعين. والله تعبنا، والله متعبة. وش هالعزيبة الصغيرة؟ بس ممتع الجو هنا خيالي. أنا ودي المتابعين لهم يشمون ريحة الطبيعة، ريحة سلام. الأشجار والبراد وريحة الزهور، لأنها قمة جبال عالية والجو معتدل. بس الواحد في النص يفكر 4 مرات يهون. ما قصر معنا مشتاق. لا تلعب طالع بالعزبة الأغراض. اخبارك ابو عبد العزيز؟ ما تقدر تحكي من التعب. اي والله بما. وش لك في صخت ابوك؟ شوف الحاج شوف العرق. اي والله. هذا بزايد على قلبكم الحين، وش بتسوي لنا؟ طبعا درجة الحرارة اتوقع من الجو زين 24، بس ترى عشان تعبانين من متى احنا نمشي. اي والله بس صحة صراحة الواحد لما يمشي يعني ويتعرق. اي بالفعل. وكذا ويريح مرة ثانية ويمشي. بالفعل. لكن لا يبقى في محلكم ولا قارورة تشيلها ابو عبد العزيز. وبعد أيوه. تعبكم صب لكم بيالة الشاي. ايش ما بعد خطر. اصبر اصبر اصبر. بسم الله. انت بحمس انه بيض ولا شيء ناكله ولا ترجعين؟ البيض يوم وصلنا فوق صار متكسر، يقول ابو عبد العزيز جاهز ومخفوق. صدق. يلا يا ابو مشتاق، يلا يلا زين بنزينها في الصحينات كذي. ورناها. هذه وشي تاودي ولا تاو جاهزه على طول. هذه ورنا الثانيه، هذه من شركه فوبيا. بسم الله. كذك 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 كذك. مشتاق تعال من هنا. كذك كذك. إيه. أباك تكسر البيض ولا جاهز؟ كسر جاهز. كسر داخل. كله مفكر.
كله مكسر ومشتاق بس موجود بالكيس ما باقي ولا واحد بس بالكيس معنا معنا شوف بس شيلوا بس القشر الحالي كيف استفاد المطبخة ابو على طول ارمى بالقدر هذا ما شاء الله ايش رايك فيه هذا قدر هذا شكله قدر ايه زين هذه هذه حقت البيض بس بيضنا واجد من الشربنية الظاهر عشان يروينا لا السلام طلع بلا سلام هذا تستخدمه تستخدمه طبعا للحمس وتستخدم غطى للقدادة صح؟ والله الظاهر الا الا قبل قلب عليه شوف يجي غطى تستخدمه انت ما شاء الله شركة كوفيا وين الخيش حقتها الكيس مكتوب عليها على جنب ممتاز هذا ايش ميزها انها خفيفة الوزن خفيفة الوزن طبعا الموقد اللي معي كوفيا وهذه ايضا كوفيا يلا مو مشتاقين معنا خلاص محدثكم ابو حزام صراحه انا اقدر رحلات المشي هذه جميله جدا تستمتع تسمعون الصوت هذا ليش الراعي عشان يطرد الذيب يا ابو مشتاق ايه للذيب هذا الحين المنطقه اللي جينا هذه فيها ذيابه فالرعيان هنا يصيحون علشان تطردون الذيابه قد اكل عليكم غنم ايه اكل هنا واحد العزيز ابو عبد العزيز جا كذيب احنا تذكر قبل كم سنه يومنا طلعنا لقينا العنز قدامنا ماكلين قلبه وماكلين من عند رقبه ملعقه يطلع ملعقه غسلت ابو زايد ولا شيء وش غسل؟ غسوله من كوريا انا يلا لقى لي ما اشرب يحسبنا في بوفيه حط حط انت بيطيح بيضه لو ناكل القشر بدون زيت الا معي زيت وين زيت؟ من الخفق لا ولا في ملح حلها بيض عيون والله جوعان مسكين بجمع بروتين حطها معي مخفوقه هذه كويس جاهز اللي لي يخفقه يلا يبغى له ملعقه معك طيب ملعقه؟ ايه انت مخفوقه ما نفع كسرتها عشان ما ازود وزن والله كل شيء بدنا نقص وزن ودي اسوي رجيم قبل اطلع ما تغير ها تصوير اذا تشب النار نظيفه والله معي معي تشوف المشتاق كيف يجنها نظيفه كلها بيض تبي الجبانه انا بقول امس قم قم فواز ها قم ساعدهم ان شاء الله صور بعد بكره قرب على ذا هيا كلهم احلى شكشوكه جبليه يلا يا اخي بيض عيوني خلص الغاز ما يجي ما عليك لا يضبط هالحين لا تخفق ذاك هذا جوعان اصبر يا سلام وقع الدله دي وش داخلها؟ وش ذي؟ فيها اغراض شوف الواحد يستفيد من المساحات فيها بيز فيها قهوه وفيها بيز ثاني حق ديكور حق الدله زين وفيها ليفه وفيها فناجيل شوف كم فنجان شوف بطل اصبر ما بعد خلصنا واجد باقي فيها هيل والملح الملح وين الملح الدلة ما يصلح لا حاطه في كيس بالله يا ربع شوفوا شلون ابو زايد بيدق الملح يقول ابى ادق الملح بركم اياه مو بدق بس حق سحق شلون سحق وجد الا عشان كان ما ينفجر فينا من البارود اخرج شوف ما شوف ايوه طيب نكبر لا 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 ما عليك نكبر سروالي سروالي حوم مثبت انت من كب مهاطر تبعت يا سلام هذا ثاني حط عليه شوي حبيب ما عبد العزيز احط ملح ولا لا حط ايش كمون بحط كمون بس شكل الديب بيخلي كل الغنم بيجي يفطر معنا يا ما شاء الله تبارك الله احلى فطور بلا حط شوي سكر على القشطه طبعا بس سكر بني يا رجال حط لون غبي طاقه لما طاقه الشاهي شوف هذا الحبس يا ما شاء الله تبارك الله هذا احلى فطور جبلي
نصور. بسم الله. وش رايك في طعم الاكل بعد الجوع يا ابو تعيس؟ فنو. مشتاق. ابو زيد كيف الاكل؟ ما شاء الله تبارك الله. وهذا المكان يساعد. اي والله المكان الله يرزقه شكرا. نعم تسمع صوت الطيور. وشوف السحاب. شوف الجهه الحلوه. انا اشوف الاكل قبل ما اخلص ابو واس. اسعدتكم. الله يا غالي حياكم الله. اخذنا لنا قيلوله حب القلب وسط الاجواء العليله. طبعا ما في فرش تسدح على الارض. والحين ابو زايد قام يبي يضبط لنا غدا كويسه. يلا يا ابو زايد. طبعا في الرحلات الجبليه المشي كل شيء مختصر، حتى الموقد ياخذ موقد صغير، لان يعني كل شيء بتشيل على ظهرك اللي تقدر تشيله تمشي به. بسم الله القدر نمسح المسح نحافظ على المويه. ما في غسيل ما يحتاج. بسم الله. وبسم الله نقطع بصلنا كل شيء بيطلع من مخبأ. شوف بصل، شوف فلفل، ثوم. هذا كله حط مخباتك؟ لا لا عاد والله لو ودي شيء الخرج الشنطه. بسم الله. هذه الزيت مع كل اي موجود. اصبر سلم اقدح فيها خليهم يشوفونها. كم رقم السر؟ بس 7. كذا صح؟ انت يلا سكر اعطني. فوفو وين فواز؟ راقد مسكين نام نومه جميله ما كان. والله يستر عليه. اشوف عنه سكيتي. طيب عندك قم قم نبي نصلي الظهر والعصر ونتغدى. كيف النوم؟ ازعجتونا. اسفين. اعطي سكينك قطع البصل. عاد مو بتقول الحين جيب سكين بصل ما في له سكين. صدق في شيء زين. العزبه كلها جنبك ما وين تروح ما تقوم. شو نقري ما في تعال. عشان نجيب القطاعه. عشان نجيب قطع على يدك بس انت ما تقصها السكين. قطع الحصى. لكن ليش ما استخدمت الموقد حق الحطب يوفر علينا شوي غاز؟ عشان ما بوسخ القدر. لازم شوي عويدات ترى ما يصرف وايد ياخذ عويدات بسيطه. عطنا مزين عليه قهوه. يلا قهوه الشاي. شوف جنبك شوف جنبك بس اللي قطع البصل اول. يلا يلا ابو مشتاق يلا. قطع قطع. تقطيع مرتب ولا بس تشريع؟ عطنا ملعقه ملعقه صغيره الخشب. لا لا كل شيء. اول شيء زيت السمسم. اللي يشوفنا في اليوتيوب يكتب في التعليقات بيتوقع شكل طعم الكبسه بيصير حلو بالطريقه هذه. ايه ولا ينسون اللايك الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلهم كل جديد. ليصلهم كل جديد عشان نطلع مره ثانيه. المال العافيه ابو عبد العزيز. يعني من يوم قام ما في فايده الا هذه صبت المويه. لا لا صب الماء وجاب ربوعي ورتب جزاه الله خير. احسن لنا ولا زادت الملايين زايد. كل شيء له ذوق الحمد لله. هذا الكلام. ابو مشتاق. نعم. وش تسوي؟ نسوي لعبه فواز نبغاه يلعبها اليوم. ما شاء الله. ها؟
الحمد لله. والله انك مدلعينه. تعال تعال هو. وش كبر الشجر اللي احنا عنده؟ يا الله. شلون هذه؟ يعني هذه شو تسمونها؟ هذه دي ما اسمها. رايح جاي. ايوه. دريها دريها. ايه. لا 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 ما تطيح. هذه هذه. انت بلا تصل الغداء بعدي عني دي لا تكسر قوي. ما تطيح. لا. يلا. ترى ترى والله ما ادري مين ابتكار كذا وخلي ترى تطيح الشيء امسك من فوق ولا لا تضغط زياده ما تطيح من فوق يلقو ما تطيح مره اجلس ايه اجلس 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 لا تطيح اجلس يلا يلا درس درس تعال حولي طيب امسكها بالله هذا طرزان طرزان القوعي موكلي القوعية يلا كفو الله كابو بس ولا توصل الغد شو هذا امسك 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 لا قوية لا تحمس تجي من فوق الشعيب لا توصل الغد بس انتبه هذه هذه تنزل معي لا لا ما يبي لازم لازم شد 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 يلا بس يلا يلا لا لا ثابت ثابت انا اشوف انا اشوفها ثابت يلا 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 والله انك كفو بنسميك موكري القوعي ايه الله هل عمن يعميك ما معنى ما اصبر يلا واحده 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 قويه اصبر لا 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 ارفع الهديه انت هناك واحده واحده لين توصل هناك ارفع ايوه كفو ما شاء الله واحده واحده قويه قويه لين توصل عند ابو زايد لا خاف اطيح عليه لا لا ما تطيح والله اطيح تروح ضلوعي طيب خلاص واحده خفيفه يلا واحده خفيفه يلا تعال اربط لي شد للغتن وشد غنى اربط له بسم الله هذا الترفيه فرس انا بريد انهب انهب هذا الترفيه فرس الجبال بعد واحده واحده ما هو أوه. لا لا واحدة واحدة لا يطيح الشجرة لا لا واحدة واحدة طبعا عندنا الموقد هذا بنستخدمه وش ميزة الموقد هذا؟ ميزة الموقد هذا تشب على العودان تشب على عودان صغيرة ما يحتاج حطب كبير لا ما يحتاج تركيبة هذا الصاج الأول اللي هذاك للشوي وهذا الصاج اللي تحت تفتح الموقد إذا فتحت الموقد في الشبك هذا ينزل داخل ارفع خلينا نشوف هذا الشبك ينزل داخل بعدين تفتح الباب اللي على جنب هنا قفل يا سلام هذا عشان تدخل حطب ما شاء الله تحط الصاجة تحت حط الصاجة الطاجة هذه تركبونها آه هذا شكل الموقد نبلسه كذا علشان نشب النار نبدأ نشبة النار يعني. الآن بنشعل بالسكين هذه بسم الله بعد ما نجمع النشارة نطلع القداح بالسكين هذا زد عليها دقيقة دقيقة شوف 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 زد زد عليها ودان دقيقة ودان خفيفة ها آه شبت أبو زايد ما شاء الله تبارك الله صراحة متابع معكم وانا مستمتع حتى نسيت لك مدلي نبي نزين غداك الحين عشان نوفر غاز بس خايف على قدري لا ما بحط قهوتي انا درس 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 درس
ميزه الموقد هذا، ميزه الموقد يجمع لك النار يطلع هنا من فوق، فتقدر تطبخ عليه، تقدر تسوي على الشاي، تشوي على اي شيء. والحين انا بريك ابو زيد بناخذ دير اسمه نحطه هنا. الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك. زود عطى الزعفران موجود في زعفران طاحنا مع القهوه كلش مره ملعب. وهذاك المستمع هذاك لا هذاك راعي الالعاب الترفيهيه ذي. ودي ان اللي يشوف يشم ريحه القهوه، ريحه الطبيعه والقهوه. ما شاء الله. وين التمر؟ وين التمر؟ يا سلام. احلى قهوه على قمه من الجبال. سم زان الغداء ما شاء الله. الحين بنعطيكم مرق. يوم اخذنا تقيل انا سمع الحمام يقول الله. شو يقول؟ شو يقول الحمام؟ يغرد. شلون؟ الطيور وتغرغر. هو سمعت انت ايش تقول الحمامة؟ ايش تقول؟ بالله ايش تقول ابو زايد؟ ما اعرف يقلد الا الديت. هلا ما شاء الله تبارك الله. يا عب عب مرق ملعب. والله جالسين برا. شوف شوف صور للعبة فواز قامت تتحرك. الله هنا براك وين اصور فواز ولا اصور لعبته؟ لعبته. الله فواز خليه يسلم لكم. الله شوف ترى زان زمانه. اوف جديد. ايه يا مال العائق مرق مسكت من الاخر. ورز الحين رز مغسول منقوع ولا لا؟ والله ما له غسل. افو على طول شد بلد. والله اذكر من اول والله الشيبان يسولفون يقول ما احسن من الكبسه بالبر، يبي على طول من الخيشه. واحد يقول يا اخي اكلته ولا تقول ياكل الخيشه. لا يا رجال ما شاء الله تبارك ما حبات الفلفل. سته السلام. بالله ايش رايك في الموقف انت؟ ثمانية كبل واحد كم عد له؟ كل واحد له كاستين، احنا خمسة. خلف الكواليس. ايه اثنين ما يطلعون، يلا. كم؟ احنا خمسة؟ ايه. خمسة وثلاثة؟ ليه؟ كل واحد. خمسة واثنين، عشرة. اثنين، عشرة. سلامات يا بوبو. تسعة. عشرة. هذا حق الذيب، لأن الذيب اليوم أشغلناه ما نزل مع الوادي، شوف صور الوادي. صدق محاشرينه فوق مسكين. يعشي الذيب. معشي الذيب أبو زايد. ايه. مسكين حتى الهواء. حتى الغنم مبسوطه اليوم مثل فواز تلعب في الشجر. حسابنا على سناب شات وفي يومياتنا، وباذن الله تجدون ما يسركم. ولا تنسون الاشتراك في القناه وتفعلون الجرس ليصلكم كل جديد. تضعوا اللايك وبدعمكم نستمر.